اولا نولي الكلام سمعته البارح من المدرب الشيخ يعيش اللي تكلم وندد على السب والشتم هذا تاع الوالدين، واليوم راني نسمع فيه من الانصار تاعنا. دوك انا قبل ما نهضر على المقابله ونحلل المقابله نقول لكم بلي انايا ان شاء الله نريح مع الرئيس وما نزيدش مع الفريق، لان المقابله الاولى وما مش عارفين المشاكل اللي رانا عايشين فيهم. انا ما ندوسش نجد مع فريق واتسوف، ونتمنى لهم النجاح ان شاء الله، لان مين تسمع دروك السب والشتم في مقابلة الأولى وما عارفينش الظروف اللي رانا عايشين فيها، لاعبين ما تأهلوناش، لعبنا بعدة لاعبين من الرديف، دونك الثاني هنايا يفو سافوار وين راه المشكل. دونك إذا المشكل راه فيا أنا شوي بري أبارتير، وإن شاء الله دوك نروح دوك نتكلم مع الرئيس ونخلي الفريق. مقابلة الأولى السب والشتم، مقابلة الأولى وين ضد فريق اتحاد بوسكرة في الملعب معشوشوب طبيعي، كان المره الاولى يلعبوا في الغازون ناتورال، سي دي جوار ما سي سون با ادابتي. دخلنا مليح في المقابله، سجلنا الاولى، لكن ارتكبنا اخطاء فرديه خلاتنا ننهزموا اليوم، وهزيمه انا ما نقولش قاسيه. لماذا قاسيه؟ مقابله الاولى وعاد كي بدينا وعاد كي قلنا بسم الله بدينا بهاد المشاكل. دونك انا شنقول، انا جو فيليسيت لي جوار تاعي، داروا مردود مليح، راكم شفتوا كان بعض الغلطات، لكن في الشوط الثاني كان تحسن الحمد لله. تلقينا ثلاث اهداف في الشوط الاول 30 دقيقه الاولى، ما عرفناش كيفاش نحافظوا على الهدف اللي سجلناه. الاخطاء الفرديه كلفتنا غاليا، لكن كره القدم مين توصل لهذه الامور نخلوها للناس هذو اللي اصحاب الرداءه، وانا ماشي من اهل الرداءه، ونقول لهم الفريق تاعكم ها هو ذا. هذه المقابله الاولى، باقي 29 جوله والفريق مازال قد يتحسن بتاهيل اللاعبين الجدد اللي جاوا وما كانوش معنا اليوم. دونك انا نقول الغلطه متقاسمه، انا جي بار دو ريسبونسابيلتي كوم لي جوار كوم تو لو موند. دونك انا جافي ان ايفيكتيف عندي باش كومبوزيت ليكيب اليوم، سافا سيتي با فاسيل. دونك باش يجي اليوم يشتموني ويسبوني، انا ما ان شاء الله يا ربي بعدني على كره القدم، ان شاء الله ما نجيش قاعد نحط في العافيه باذن الله يا رب. هذا ما كان زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.